وليد دمياطي، اهلا وسهلا فيك. هاي، كيفك؟ ماشي الحال. وليد، اذا بدك توصف الواقع الرياضي بلبنان اليوم، اذا بدك تحط له علامه على 10، قد ايه بتحط له؟ كارثه كارثه، ما في احط له علامه. من اي ناحيه؟ عطل من العاطل. من اي ناحيه؟ عم تسال السؤال للشخص غلط، لانه انا هلا باللجنه الاولمبيه بالاولمبيك كوميتي، ولسوء الحظ في عركة كبيرة بالأولمبيك كوميتي. صحيح. وهيدول هن المفروض انه نحنا، انا واحد من 14 بالأولمبيك كوميتي، المفروض نحنا نكون اهم شيء بالسبور. اذا نحنا ما قادرين نتفق كارثي بقى. بس الاختلاف مشروع. انا سودة بوجه الرياضة بلبنان شوي. بس الاختلاف مشروع. ايه، بس مش انه توقفي رياضة وتوقفي فيك تختلفي، بس ضمن العيلة بقلب البيت بتعملي مشاكلك قصص بوجهات نظر هيك، بس مش انه تصير هالقد كبيرة. بتصور صارت كبيرة غلط، يعني بلا طعمة، ومش صار هالرياضة ككل. طب بعيدا عن اللي عم بيصير، بعيدا عن اللي عم بيصير باللجنة الأولمبية، وين شايف الرياضة وضعها كارثي بلبنان؟ كلها. وين في؟ بدي لك شيء، الشغلة الوحيدة اللي ماشية بلبنان ومنيحة إذا فينا نقول هي الباسكت. ليه؟ صحيح. الباسكت ماشي بلبنان، رح أفسر لك ليه الباسكت ماشي بلبنان. لأنه إجا شخص بالزمانات اسمه أنطوان شويري، عمل الباسكت بلبنان، وبوجهه كان في النادي الرياضي هشام جرودي مع حفظ ألقاب، عملوا هن حالة بالباسكت بلبنان وعملوا شغل باسكت بلبنان، صار كل الأهالي والأندية متحمسة تعمل الفرق. لو ما في أندية عم تدفع مصاري لهاللعبة، لو ما في أهالي عم يدفعوا مصاري على أولادهم، بحطهم بالأكاديميز، بيعملوا لهم برايفت، بيعملوا هيك، ما بيطلع عندك لعيبة. يعني ما في حدا عم يشتغل ليطلع لعيبة غير الأهالي والأندية. من يتحمل مسؤولية الواقع يلي وصلنا له؟ الدولة كلها، البلد كله، وزارة الشباب والرياضة. كان عندنا حديث مع رئيس مصلحة شباب والرياضة بالوزارة، قال انه وزارة الشباب والرياضة ما عندها سلطة على الاتحادات ولا تتحمل فقط مسؤولية ما يحصل اليوم. لا، عندها سلطة، انه المفروض يكون عندها بادجت تعطيه لكل اتحاد بالسنة، وهو الاتحاد المفروض يشتغل اتحادات كل الاتحادات. انا رئيس اتحاد الجمباز، رئيس اتحاد جنباز، عندي بادجت بالسنة يمكن 10,000 دولار. شو في اعمل ب 10,000 دولار؟ شو بتقدري تعملي؟ اذا بدك تبعت لاعب لبرا ما بتقدر. ما فيك. شو بدك تعملي؟ يعني انه كيف بتشتغلي، تجربي تجيبي سبونسرز وكذا، بس وقت اللعبة ما تكون واضحة انه عم تلعب على التيفيات وتنعمل لبروموشنز وكذا، ما رح تقدر تجيب سبونسر. هاي شغلة من الشغلات. سو شو فيك تعملي بهالوضع؟ بدك تركي على الاكاديميات اللي عندهم لعيبة جنباز، هن الاهالي اللي عم يدفعوا مصاري للاكاديميات يعملوا، يطلعوا لعيبه من عندهم، وهن يشتغلوا يجيبوا مدربين احسن. يعني صارت كايند اوف بزنس، بس البزنس بده تطلع لعيبه، بس هيدا اللي كله عم بيصير مجهود شخصي. يعني نحن لنروح احسن لعبه لبنان الباسكت الرياضي، لو ما بيدفع مليون ونص دولار بالسنه، مين بده؟ كيف بده يكون في فريق اذا بيروت ما بيدفع مليون، او دينامو ما بيدفع مليون، او مين بعرف، في الحكمه ما بيدفع مليون؟ وين الباسكت بيصير بلبنان؟ عرفتي؟ في هدول الانديه بدها تدفعوا هيك بقى. طب من وين بدنا نبلش وليد؟ منين لازم نبلش لاصلاح الواقع الرياضي بلبنان، بعيدا عن الباسكت بول اللي هي الى حد ما فينا نقول مقلعه؟ صح، واجهت صعوبات رياضه بلبنان، واجهت يعني صعوبات بسنوات اخيره، عم نوصل لكاس العالم، صرنا 5 مرات واصلين على كاس العالم، وعلى كيف تحت 18 وعند النساء ايضا. هيدي عليا انا مزبوط، وصلنا تحت 16 تحت 18، بس وصلنا على كاس العالم. انتبهي، ما عندك بطوله بلبنان. يعني كيف توصل على بطوله عالم ما عندك بطوله بلبنان؟ كيف شافوا اللعيبه، كيف عرفوا اللعيبه، كيف ركبوا اللعيبه؟ ليش وصلنا؟ لانه الاهالي والاكاديميات عم يدفعوا على اولادهم، يعني عم يطلعوا. يعني بدنا نبلش من الاكاديميات، يعني بدنا نبلش من المدارس، بدنا نبلش من كل، بدنا نعمل بطولات. ما عم بحكي عن الباسكت، عم بحكي على كل الرياضات. وقت يكون عندك بطولات للصغار، مش مهم انه نعمل بطوله 10 جيمات بالبطوله، او نعمل بطوله واحده بالجمباز، احكي من اتحادي، نعمل بطولتين بالسنه بالجمباز. المفروض كل شهر يكون في دوره، كل شهر يكون في شيء، مشاركات خارجيه، مشاركات هون، بدها بادجت
بدها بادجت، نحن بهالبلد ما في بادجت، بدك بيك تخترعي مصاري، كل اتحاد بيخترع مصاري ويعمل نشاطاته، يعمل رزنامات له وشوي شوي، بس بدك اخر شيء ما نضحك على بعض، الرياضة كلها بلبنان، الرياضة كلها بالعالم مرتكزة على المصاري على البادجت، ما فيك تعمل مصاري بلا بادجت. تتحسر على الايام يلي انت كنت فيها وبعدك لاعب؟ انت بتتذكري؟ ولو صغيرة ما كيف بتتذكري؟ ولو لا بتتحسر على هذيك الايام والعزة اللي كنا عايشينه بلبنان؟ انا يعني شدتي مجروحة، يعني انا هلا بس اشوفهم عم يلعبوا بصير بدي البس شورت وانزل العب، انا كتير بحترق، العالم كتير بحبوا ايامنا، وبيبين حماسك من خلال تعليقك على المباريات كمان. العالم كتير بتحب جيلنا، اللي بيعرفنا بحب جيلنا، بس الباسكت هلا في اجيال بتاخد العقل، في فرق كتير حلوة والبطولة عم تكون عظيمة يعني، سو ان شاء الله يا رب تصير احسن من وقت ما كنا. شكرا لك وليد بغيار. ثانك يو.